أنا بدي أكد أن لا تغيير على نمطية أسئلة الثانوية العامة، وهي أسئلة مشابهة للدورات السابقة. كنا قد وزارة التربية والتعليم اتخذت قرارا من سنتين بأن يكون الاختيار من المتعدد حاضر في امتحان الثانوية العامة. الآن طبعا بدأنا ب 25% من حجم الامتحان، ثم 30%، ثم 35%. في هذا الدورة الاختيار من المتعدد سوف يكون حاضرا بنسبة كبيرة جدا، وبالتالي هي نفس يعني في معظمها نفس الأسئلة التي كانت في الدورات السابقة. أنا بعتقد نسبة عالية جدا، ما يعني لا أحد يدعي على معرفة في تفاصيل الورقة الامتحانية إلا وضع الأسئلة فقط، ولكن هناك خطوط عريضة، يعني نستطيع أن نتكلم في خطوط عريضة، ولكن تفصيلات الورقة الامتحانية 100% يعلم عنها إنسان واحد فقط، هو واضع الأسئلة. وواضع الأسئلة لا يمكن أن يحيط صانع القرار بكل تفاصيل الورقة الامتحانية. يعني هذا عمل احترافي مؤسسي ممنهج في إدارة الامتحانات، بنحترمه وبنحترم مؤسسته، فما بنتدخل فيه. لكن بالمجمل الخطوط العريضة أن الامتحان سيكون اختيار متعدد بنسبة كبيرة جدا جدا، بعرف إيش ممكن 85-90 ممكن أكثر شوي، وهذا فقط. ولكن الأسئلة هي مشابهة لأسئلة الاختيار من متعدد في الدورات السابقة، بالتالي مش جديد على الأمر الآخر هي الإجابة، كيف الطالب بده يجاوب. بدل ما يجاوب على دفتر الإجابة بيجاوب على ورقة القارئ الضوئي، نموذج القارئ الضوئي. هذا النموذج مش جديد، مش أول مرة. وزارة التربية من 2006 بتستخدم نموذج القارئ الضوئي، بسيط جدا. الطالب يدخل رقم، يكتب رقم جلوس، وبيكتب اسمه ورمز النموذج، ويبدأ ألف بيضل الألف، الفقرة اثنين بيروح على جيم، الفقرة ثلاث بيروح سي بيضللها، بس يكمل انت هاي كلها. احنا بنستخدمه حتى لطلاب الصف الثالث الأساسي، تصوري. يعني العام في 2018 و2019 أجرينا اختبار رياضيات قراءة وحساب على طلبة الصف الثالث الأساسي، 180 ألف طالب على القارئ الضوئي.